صباح الخير طلبتي الأعزاء. في مسار قضايا حضارية ومسار العمل الاجتماعي بمسلك علم اجتماع بشعبة الفلسفة وعلم اجتماع والنفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، نستأنف الدرس الأول بالحصة الثانية حول مفهوم العمل الاجتماعي. تعريف العمل الاجتماعي، ما المقصود بالعمل الاجتماعي؟ La notion, le concept de travail social. C'est quoi le travail social? إذن يعتبر العمل الاجتماعي مهنة تهدف إلى السعي وراء إقرار العدالة الاجتماعية. أول شيء نشرح هذه الفكرة، العمل الاجتماعي هو مهنة تهدف إلى السعي وراء إقرار العدالة الاجتماعية. ما معنى ذلك؟ إذن هذا التعريف لم يقل أن العمل الاجتماعي علما، ولكن قال هو مهنة، يعني تدخل، مهنة تدخل. هذه المهنة ما الهدف منها؟ الهدف منها هو إقرار العدالة الاجتماعية. ما معنى العدالة الاجتماعية؟ العدالة الاجتماعية المقصود بها هي تمكين الأفراد والمجموعات والجماعات من الاستفادة من الموارد الموجودة في مجتمع ما أو في جهة ما أو في منطقة ما. هذا هو المقصود بالعدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية نقول بها العدالة المجالية، العدالة بين فئات المجتمع، العدالة بين أفراد المجتمع، العدالة بين طبقات المجتمع. ما معنى ذلك؟ مثلا هناك مورد معين، مثلا من بين هذه الموارد التعليم. لا يمكن أن تكون هناك عدالة اجتماعية في مجال التعليم إذا كانت فقط المؤسسات التعليمية مثلا موجودة في المدن وغير موجودة في البادية. إذن هنا ليست هناك عدالة اجتماعية في مجال التعليم. إذن العدالة الاجتماعية المقصود بها هو مثلا فيما يخص التعليم ينبغي أن يكون قريبا من جميع أفراد المجتمع في جميع المناطق وفي جميع الأقاليم. كذلك نفس الشيء مثلا إذا أخذنا موردا آخر، مورد الشغل. لما نقول هناك عدالة اجتماعية بين أفراد المجتمع أو بين فئات المجتمع فيما يخص التشغيل، يعني أن ينبغي أن تكون فرص التشغيل موجودة في كل مناطق وأقاليم المملكة. إذا كانت فقط فرص التشغيل موجودة في منطقة معينة دون المناطق الأخرى، إذن هنا نقول ليست هناك عدالة اجتماعية في مجال الشغل، ولكن هناك لا تكافؤ، هناك تفاوت بين الأقاليم أو بين المناطق فيما يخص التشغيل. نفس الشيء بالنسبة لموارد أخرى، مثلا الماء. يمكن أن تكون هناك مناطق معينة لديها وفرة في الماء الصالح للشرب، لكن هناك مناطق أخرى ينعدم فيها الماء أو يكون عملة نادرة يعني قليل. وهنا الناس أو السكان أو المواطنون يجدون صعوبة في العثور عليه. إذن في هذه الحالة نقول ليست هناك عدالة اجتماعية فيما يخص هذا المورد الحيوي الذي هو الماء الشرب. إذن فهمنا الآن ما المقصود بالعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية هي تمكين أفراد المجتمع، تمكين شرائح المجتمع، طبقات المجتمع أو مجموعات المجتمع المختلفة من الاستفادة من الخيرات أو من الموارد التي الموجودة في ذلك المجتمع. إذا كانت هناك فئة معينة تحتكر موردا معين أو تستفيد من مورد معين دون الفئات الأخرى، فهذا يخرج عنه أنه ليست هناك عدالة فيما يخص هذا المورد. وإذا كان هذا الأمر قد حدث، فإن الأخصائي الاجتماعي أو مؤسسات العمل الاجتماعي تعمل على إقرار العدالة الاجتماعية من خلال تدخلاتها، من خلال تحسيس وتوعية الحكومة أو الدولة أو أصحاب القرار بضرورة تحقيق عدالة فيما يخص هذه الموارد الحيوية التي يحتاجها الأفراد والمجموعات الاجتماعية في عيشهم وفي نمائهم وفي رقيهم. إذن هذا هو المقصود بالعدالة الاجتماعية. يعني كخلاصة،
تمكين الأفراد والجماعات الاجتماعية الموجودة في مجتمع ما من الاستفادة بنفس القدر من الموارد الموجودة في ذلك المجتمع. مثلا فرص الشغل لا ينبغي أن تكون حكرا على فئة معينة دون أخرى أو على طبقة معينة كما في مجتمعات معينة، ولكن ينبغي أن تكون مبنية على كفاءات معينة مثلا محددة، وليس على المحسوبية أو على الزبونية أو على علاقات شخصية أو غير ذلك. إذن هذا هو المقصود بالعدالة الاجتماعية. إذن ثانيا العمل الاجتماعي مهنة تحمل على تحسين الظروف الحياتية ودعم كافة السبل والإمكانات التي توفر الرفاهية والرخاء. إذن تحسين الظروف الحياتية، كيف نحسن الظروف الحياتية؟ إذن الظروف الحياتية يعني تحسين التمدرس، تحسين التعليم، تحسين ظروف الحياة من إنارة، من سكن، من ظروف العيش، من غير ذلك. إذن الأخصائي الاجتماعي هو يعمل من أجل أن يتمكن أفراد المجتمع، من أجل أن تتمكن مجموعات المجتمع أو شرائح المجتمع أو طبقات المجتمع من توفير أو من تحسين الظروف الحياتية الملائمة لتعيش في رفاهية. ولهذا فهذه المهمة لا تقتصر فقط على الفرد أو على الجماعة أو المجتمع، ولكن تشمله كله. إذن يعمل على تحسين الظروف الحياتية بالنسبة لكل فرد، بالنسبة لكل عائلة، بالنسبة لكل مجموعة ولكل مجتمع. إذن وهنا إذن نقول أن نحتاج إلى عمل اجتماعي فردي وإلى عمل اجتماعي جماعي. هناك عمل اجتماعي يعمل مع أفراد معزولين، ولكن هناك عمل اجتماعي يعمل مع المجموعات والجماعات الاجتماعية المختلفة. إذن هذا من ناحية. من ناحية أخرى العمل الاجتماعي يسعى جاهدا في الوقت نفسه إلى التعامل مع القضايا الاجتماعية والتوصل لحلول بشأنها، وذلك في كافة مستويات المجتمع. مثلا إذا أخذنا حالة حالية راهنة في المجتمع حاليا، نسمع مجموعة من الندوات عن بعد التي تنظمها مجموعة من هيئات المجتمع، نسمع أو نرى في وسائل الإعلام السمعية، في مجموعة من المؤتمرات التي تنظمها الحكومة أو المؤسسات الحكومية حاليا، هي العنف تجاه النساء، محاربة العنف أو الحد من العنف تجاه النساء. إذن هذا هو نوع من القضايا الاجتماعية. إذن العنف أو محاربة العنف أو الحد من العنف هو قضية من القضايا الاجتماعية. إذن هناك قضايا اجتماعية مختلفة. إذن لا بد للأخصائي الاجتماعي من أن يمتلك مهارة التعامل مع هذه القضايا. كيف يقوم بالتحسيس؟ إذن هنا كما قلت، إذن هناك مجموعة من البرامج الحكومية، هناك مجموعة من الهيئات، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية، الأجهزة الحكومية تقوم في هذه الأيام بورشات إما تكوينية أو ورشات تحسيسية أو توعية أو تعبئوية من أجل محاربة أو تحسيس أو الحد من ظاهرة العنف تجاه النساء. ولكن نحن نحتاج إلى أخصائيين لديهم مهارات كافية في مجال التحسيس، في مجال المرافعة، في مجال التوعية بمختلف القضايا الاجتماعية التي يعرفها مجتمع معين. أنا أعطيت مثالا معينا عن العنف النساء، ولكن هناك قضايا أخرى، مثلا هناك قضايا الهدر المدرسي التي تحتاج أيضا إلى أخصائيين أو فاعلين للتحسيس بخصوصها وبكيفية التحسيس بها ليكون هذا التحسيس. ليس المهم هو أن نقوم بالتحسيس والمرافعة والتوعية إذا كان ليس لدينا أخصائيون لديهم المهارات الكافية للوصول إلى أذهان وأفئدة الناس. إذن المطلوب هو أن يكون لدينا أخصائيون، أن يكون خريجو العمل الاجتماعي لديهم هذه الكفاءات. مثلا إذا كان هناك شخص معين سيحتاج إلى 4 ساعات أو ساعتين من أجل أن يوصل خطابه، فإنه يمكن أن يكون لدينا أخصائي يمكن أن تصل فكرته ويمكن أن يقنع محاوريه في ظرف 5 دقائق. لماذا؟ لأنه يمتلك المهارات الأساسية اللازمة التي مكنته من تغيير عقلية ذلك الشخص الذي يحاوره أو الذي يخاطبه.
وهذا ما نحتاج إليه. لماذا؟ لنقوم بترشيد نفقاتنا، لنقوم بترشيد مواردنا. ليس الهدف هو أن نقوم بمؤتمرات وأنشطة كثيرة إذا لم تكن هناك نتيجة من ورائها. ينبغي أن تكون نتيجة، ولكي تكون نتيجة ينبغي أن نستعمل أخصائيين بمهارات مهنية عالية، أن نشغل أخصائيين لديهم الكفاءات المهنية في التحسيس وفي التوعية وفي المرافعة لتوصيل أو للتعريف بهذه القضايا الملحة في مجتمعين ما. كذلك النقطة الأخرى، إن العمل الاجتماعي يسعى إلى مساعدة الأشخاص على تنمية إمكانياتهم وإغناء حياتهم والوقاية من الأخطار والأفات التي يمكن أن تعترض طريقهم. هناك فكرتين أساسيتين في هذه الفقرة. أولاً، العمل الاجتماعي يسعى إلى مساعدة الأشخاص من خلال تنمية إمكانياتهم وإغناء حياتهم. ما معنى تنمية إمكانياتهم وإغناء حياتهم؟ معنى هذه الفكرة هو، سأعطي المثل الصيني، ويقول: لا تعطيني سمكة كل يوم، ولكن علمني كيف أصطاد تلك السمكة. إذن هذا المثل يقربنا من فكرة تنمية الإمكانات وإغناء حياة الناس. يعني لا يكفي أن نقوم بمساعدة الناس كل يوم بمدهم بمجموعة من البضائع أو مجموعة من الأشياء، لأنه إذا قمنا بذلك سنعلمهم التسول، سنعولهم، سنجعل منهم أشخاص مرتبطين بنا. فإذا ذهبنا ظهرت حاجتهم من جديد. لذلك العمل الاجتماعي هو يسخر مجموعة من المهارات لإغناء حياة الناس، لتنمية إمكاناتهم، يعني أن نجعل منهم أشخاصا مستقلين، أن نزودهم بمجموعة من المهارات التي تجعلهم قادرين على العيش باستقلال عن الآخرين وبدون ارتباط بالآخرين. إذن كيف ذلك؟ يعني أن العامل الاجتماعي أو الأخصائي الاجتماعي تكون لديه هذه المهارات التي بواسطتها يزرع حب العمل والحوافز الذاتية التي تدفع الأشخاص إلى تنمية إمكانياتهم وتغيير مواقفهم وتغيير سلوكاتهم، وتجعلهم أشخاص فاعلين في المجتمع عوض أن يكونوا أشخاص سالب الإرادة، مسلوب الإرادة، مرتبطين بالآخرين ويحتاجون دائما إلى من يساعدهم. ولكن مثلا أعطي مثال لأشرح ذلك. نقول في المغرب هناك خريجون جامعيون، مثلا سنبقى مرتبطين بمجالنا اللي هو التعليم. نقول أن الجامعة كل سنة يتخرج منها عدد كبير من الطلبة، لكن المشكلة هي أن هؤلاء الطلبة العديد منهم لا يجدون فرص الشغل، ولذلك يبقون عاطلين عن العمل. إذا هذا مشكل مطروح، هذا ليس مشكل، هذا قضية اجتماعية مطروحة. إذن الأخصائي الاجتماعي كيف يتعامل مع هذه القضية، مع هذا المشكل؟ إذن سوف نقوم بتشخيصاتنا وبدراستنا للحالة، وسنرى أن هؤلاء الخريجين لديهم كفاءات، لديهم مهارات، وسنشخص سوق الشغل ونرى أن سوق الشغل أيضا لديه مطالب وحاجيات. وإذا تبين لنا من خلال التشخيص، وهذا ما يظهر من خلال الدراسات، بأن المهارات التي يتخرج بها الطالب ليست هي المهارات التي يحتاجها سوق الشغل. لماذا؟ لأن سوق الشغل يحتاج إلى طالبين، مثلا إلى خريج يتقن اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية أولا، ثانيا يحتاج إلى أشخاص يتقنون العمل بالمعلوميات، يعرف كيف يكتب، يحرر عبر الحاسوب،
تقريرا أو مقالا يعرف كيف يقوم بالمبيانات، كيف يقوم ببرامج الإحصائية بالإكسل وهكذا، كيف يمكن أن يقدم عرضا عبر الباوربوينت إلى غير ذلك. إذن هذا من جهة. من جهة أخرى سوق الشغل يقول أنا أحتاج إلى أشخاص لا أريد منهم أن ينتظروني حتى أعطيهم، حتى أبين لهم ماذا يفعلون. أنا أحتاج إلى أشخاص تكون لديهم الجرأة على اتخاذ القرار، أشخاص لديهم المبادرة. إذن مثلا سوق الشغل يقول هذه ثلاث كفاءات غير موجودة في الطالب الجامعي. إذن أنا خرجت كأخصائي اجتماعي من خلال الدراسات المنجزة بأن سوق الشغل يقول لكي أستطيع تشغيل هؤلاء الناس أو هؤلاء الخريجين عليهم أن يتقنوا اللغات، عليهم أن يتقنوا المهارات التواصلية والمعلوماتية، وعليهم أن تكون لديهم الجرأة على اتخاذ القرار وعلى اتخاذ المبادرة. إذن ماذا سأفعل كأخصائي اجتماعي؟ إذن سأنجز برنامج عمل، برنامج عمل لفائدة هؤلاء الطلبة الخريجين من أجل تنمية إمكانياتهم. إذن هؤلاء الطلبة يحتاجون إلى اللغات، إلى دعم في اللغات، يحتاجون إلى دعم في المعلومات، ويحتاجون إلى دعم لتكون لديهم روح المبادرة. إذن هذا في برنامج عملي يمكن أن أقوم ببرنامج تكويني، غوسيكلاج مثلا، أو إعادة التكوين في هذه المجالات، دروس دعم في الفرنسية مثلا أو في الإنجليزية، دروس دعم في 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 مجال اتخاذ المبادرة في المعلوميات. إذن سأنظم مثلا أنا كمؤسسة حكومية أو كجمعية مجتمع مدني أو غير ذلك، أنا تهتم بهذا المشكل. إذن الأخصائيون الاجتماعيون سيعملون على بناء وإعداد برامج تدخلية تمكن هؤلاء الخريجين من تنمية إمكانياتهم في مجال اللغات، تنمية إمكانياتهم في مجال المعلومات، وتنمية إمكانياتهم في مجال اتخاذ القرار وروح المبادرة. إذن أقوم بتكوين مثلا برنامج عملي لمدة 3 شهور لكل خريج أو لمدة عام، وسأرى أن هؤلاء الخريجين أن عدد منهم سيحصل على عمل، سيحصل على شغل. لماذا؟ لأنه أتقن، تمكن من المهارات التي يحتاجها سوق الشغل، التي يحتاجها أرباب المقاولة. لأن أرباب المقاولة لا يحتاجون إلى أفراد يملون عليهم ما يريدون، ولكن يحتاجون إلى أشخاص لديهم الجرأة، لديهم حلول إبداعية، لديهم طرق في التواصل لكتابة رسائل. لا أحتاج أنا كمدير مؤسسة أن أكتب كل الرسائل وأن أتواصل مع جميع الشركاء، ولكن إذا كان لدي أشخاص أكفاء يقومون بهذه المهمة فبإمكاني أن أعطيهم هذه الصلاحيات وأن أوظفهم. إذن هذا مثال على كيفية تنمية الإمكانات وإغناء حياتهم. ما معنى إغناء حياتهم؟ هناك أشخاص تنقصهم الحوافز، لديهم مشاكل، لديهم ظروف، وهذه الظروف أثرت على حوافزهم، ولهذا يفقدون روح التعلم، روح المبادرة. لهذا الأخصائي الاجتماعي ينبغي عليه تملك مجموعة من المهارات التي تمكنه من خلق الحوافز لدى هؤلاء الأشخاص أو لدى هذه المجموعات. وهنا أستحضر فكرة لماكليلاند، هذا أخصائي نفساني اجتماعي، يقول بأن لتنمية مجتمع ما، لتنمية فئة اجتماعية معينة، لا ينبغي أن نمد هؤلاء الناس أو هذه الفئات بمجموعة من الخيرات، ولكن لا بد من خلق الحوافز لديهم. بدون حوافز لا يمكن أن يغيروا حياتهم، لا يمكن أن يصلوا إلى الرفاه. لهذا من بين مهام الأخصائي الاجتماعي هي إغناء حياة الناس بمجموعة من الأمثلة، بمجموعة من الحوافز، لخلق الحافز الدافع لديهم ليغيروا مواقفهم وليغيروا سلوكاتهم
من أجل تبني قيم جديدة والقيام بسلوكات جديدة وأفعال جديدة تمكنهم من مواجهة المشاكل التي تعترضهم يوميا، عوض التراجع إلى الوراء أو اللجوء إلى مبررات وهي تبرر فشلهم. كذلك الفكرة الثانية، إذا الفكرة الأولى هي أن الأخصائي يعمل على تنمية إمكانات الناس، داك الشيء اللي كتعرف غادي نعاود نزيد نسقلو لك، هذا هو تنمية الإمكانات. كتعرف شي حاجة مثلا أنت حلاق ولكن ما عندكش، إذا أنا ما عندكش الإمكانات، إذا أنا كأخصائي اجتماعي هاد الأشخاص نعاود نعطيهم الإمكانات، إما إعادة التكوين إما نزودوا بالمعدات اللازمة إلى غير ذلك. هذه الفئة مثلا لديها حرفة معينة ولكن مهمشة في السوق، لا تجد كيف تبيع بضائعها أو تروج بضائعها، إذن أنا سأقوم بتكوين أو إعطائهم تسهيلات معينة في المجال اللوجستيكي أو في كذا أو في كذا من أجل تنمية قدراتهم أو إمكاناتهم. الوقاية من الأخطار أو الآفات التي يمكن أن تعترض طريقهم، هذا هو ما نسميه بالتحسيس. إذن الوقاية خير من العلاج، هناك مثل يقول الوقاية خير من العلاج. إذن وهناك مؤسسات خاصة بالعمل الاجتماعي كجمعيات المجتمع المدني كهيئات حكومية، أنها قبل ما يقع مشكل ما، قبل أن تقع آفة معينة في المجتمع، فهي تتحسس خطورتها، ولهذا فهي تقوم بتحسيس أفراد المجتمع. و رأيتم أخيرا في مجتمعنا مع جائحة كورونا كم هو الثمن كان كبيرا من أجل فقط تحسيس الناس بارتداء الكمامة. لحد الآن مرت حوالي 8 شهور وهناك عدد كبير من الناس غير مقتنعين بارتداء الكمامة. أين المشكل؟ هل في طرق التحسيس؟ كيف نصل إلى هؤلاء الناس؟ إذن الأجهزة الحكومية لحد الآن استعملت وسائل الإعلام ومجموعة من الخطابات وغير ذلك من أجل تحسيس المجتمع بضرورة ارتداء الكمامة، ومع ذلك ما زال عدد كبير لا يحمله، وربما لو لم تكن هناك ضعيرة مالية ربما لم يحملها أحد، لم يرتديها أحد. إذن هذه هي طرق الوقاية. طرق الوقاية يعني تمكن من أدوات ومن مهارة التحسيس ومن مهارة التوعية. إذن وهذه مهارات ليست سهلة. إذن شفتوا من هذا المثال، لاحظتم من هذا المثال ارتداء الكمامة، يعني أن الحكومة بكل أجهزتها ومع ذلك لا زالت لم تصل إلى كل المجتمع، ما زال هناك أشخاص لا يرتدون الكمامة ويقولون هذا مجرد هراء إلى غير ذلك. إذن نحن نحتاج إلى أخصائيين اجتماعيين لديهم القدرة باستخدام مهارة معينة إلى الوصول في أقرب وقت إلى الفئات المعنية. إذا كان هناك فرد سيصل إلى هدفه في 6 أشهر، الأخصائي الاجتماعي بمهاراته يمكن أن يصل إلى هدفه في أسبوع أو في شهر أو في سنة إلى غير ذلك. إذن هذا هو ما نستخلصه من تعريف العمل الاجتماعي. إذن كخلاصة، هو يعمل على إقرار العدالة الاجتماعية. ما معنى العدالة الاجتماعية؟ هي تمكين أفراد المجتمع، جماعات المجتمع، من الاستفادة من الخيرات ومن الموارد المتاحة في ذلك المجتمع من خلال تمكينهم، empowerment يعني تقوية قدراتهم. إذن إحنا ماشي كنعطوهم كنساعدوهم، لا، نحن نمكنهم، لديهم قدرات ونقوي تلك القدرات، نغني حياتهم بتجارب جديدة بحوافز جديدة. إذن هناك مهارات لدى الأخصائي الاجتماعي وحده هي التي تمكنه من الوصول إلى هذا الهدف، وهو العمل على إقرار العدالة الاجتماعية من خلال تمكين الأفراد وتقوية قدراتهم في هذا المجال من أجل الاستفادة من على قدم المساواة مع جميع أفراد المجتمع من موارد وخيرات المجتمع.
ما زلنا في التعريف. العامل الاجتماعي يعمل دائما من أجل تحقيق التغير الاجتماعي، لو شانجمون سوسيال. إذن العامل الاجتماعي يعمل على تحقيق التغير الاجتماعي. مثلا في العلوم الأخرى، مثلا في علم الاجتماع، نحن ننتمي إلى شعبة علم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس. في علم الاجتماع نقول أن علم الاجتماع هدفه هو الفهم، هو التشخيص. لكن في العمل الاجتماعي هدفنا ليس هو هذا. يمكن أن نقوم بالتشخيص إذا لم تقوم به العلوم الأخرى. ولهذا العامل الاجتماعي يستفيد من العلوم الأخرى، من العلوم المجاورة، من علم الاجتماع، من علم النفس، من الجغرافية، من التاريخ، من الاقتصاد، من علوم السياسة، من جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية المحيطة به. يستفيد من النتائج التي توصلت إليها. لماذا؟ لأنها هي علوم تشخيصية، هي علوم وصفية، هي علوم تفهم المجتمع، تفهم الظواهر التي تدرسها. العامل الاجتماعي أو العمل الاجتماعي يستعين بهذه العلوم لأنها شخصت له وقائع، ويستفيد من فهمها للوقائع، ولكن لا يكتفي بهذا المحتوى، ولكن يتعداه إلى العمل على تغيير ذلك الفرد أو ذلك المجتمع. إذن الهدف هو تحقيق التغير الاجتماعي. إذن العامل الاجتماعي لما يتدخل فهو لا يصف، فهو لا يفهم، ليس هذا هو دوره، هذا دور أولي، ولكنه لن يقف عنده كما يقف عالم الاجتماع، ولكن يتعداه إلى التدخل، يتدخل من أجل تغيير الحالة. مثلا هناك في مجتمع تسود فيه ظاهرة التسول، عالم الاجتماع سيصف، سيعرفنا على بالعوامل التي دفعت هذا المجتمع إلى هذه الظاهرة التسول، ولماذا الناس تتسول وغير ذلك. لكن العامل الاجتماعي يتجاوز ذلك بإيجاد حلول، أنه يتدخل لكي يقضي على التسول، لنحارب التسول، ولكن نحارب التسول ليس بقتل هؤلاء المتسولين، ليس بحبسهم، ولكن بتقوية قدراتهم كما قلنا سابقا، يعني بتنمية إمكانيتهم وإغناء حياتهم. هؤلاء المتسولين ربما نقوم بإعادة تكوينهم، ربما إذا لم يكن لديهم مهارات مهنية معينة ممكن أن نجعلهم يلجون إلى مؤسسات معينة من أجل التكوين، ممكن أن نعطيهم قروض بنكية، ممكن أن نساعدهم على الحصول على بناء مقاولات إلى غير ذلك، وندعمهم ونقوي إمكاناتهم من أجل أن يقوموا بفرص التشغيل الذاتي أو الحصول، أو نقوي قدراتهم وإمكاناتهم لكي يحصلوا على مهن أو وظائف في القطاع الخاص أو العام أو غير ذلك، أو المجتمع المدني، أو مبادرات مقاولاتية فردية شخصية إلى غير ذلك. إذن هذه المسألة جد مهمة، عفوا، التي هي تحقيق التغير الاجتماعي. إذن هدف الأخصائي الاجتماعي ليس هو تشخيص الحالة، ولكن هو تغييرها. إذن هذا الشخص المتسول أو هذا المجتمع يكثر فيه التسول، إذن نحن نود أن نحد من أو نقضي على التسول، ولكن هؤلاء الأشخاص سنجعلهم أشخاص نافعين مفيدين للمجتمع، يقدمون خدمات، يعملون إلى غير ذلك. نفس الشيء إذا كان هناك عندنا مثلا في مجتمع يكثر فيه المخدرات، التعاطي للمخدرات أو الإدمان، وهناك مراكز قامت بها الأجهزة الحكومية في المجتمع، إذن وهذه المراكز تحتاج إلى أخصائيين. إذن في هذه المراكز لا تقوم فقط بتشخيص هؤلاء الأفراد، ولكن تتعدى ذلك إلى علاجهم. لكن هنا العلاج يختلف عن العلاج الذي تقوم به بعض التخصصات الأخرى. مثلا الطب سيعالج المدمنين، ولكن سيقدم لهم جرعات أدوية، حقن مثلا من أجل التغلب على الإدمان، ولكن الأخصائي الاجتماعي لن يقدم أدوية، لن يقدم حقن، ولكنه بمهارات معينة سيخلق الحوافز، سيخلق
المقويات الضرورية لتقوية شخصية ذلك الفرد من أجل أن يتغلب على الدوافع أو العوامل التي جعلته يتعاطى. سيعمل على تغيير المواقف والقيم التي يحملها، إذا كانت قيم سلبية سيغيرها إلى قيم إيجابية. إذا كان يقوم بسلوكات منحرفة أو بسلوكات لا يرضى عن المجتمع أو سلبية، سيغيرها إلى سلوكات إيجابية يرضى عنها المجتمع، وسلوكات يقبل بها المجتمع، وتمكن هذا الفرد من الاندماج الاجتماعي في مجتمعه. إذن الهدف هو تغيير حالة الأفراد، حالة الجماعات، حالة المجتمع من وضع سيء إلى وضع أفضل. لذلك فمهمة الأخصائي هي أن يجد حلولا ملائمة للمشاكل الاجتماعية، ولكن كيف يجد هذه الحلول؟ في سياق العلاقات الإنسانية، إذن في إطار ما هو سائد. لن يقوم بانتقاد ما هو سائد، ولكن يعمل على تحقيق التغير في ظل السياق المحلي، في ظل السياق المعاش اجتماعيا، في إطار الأعراف السائدة، في إطار إذن لا يقع في شجار، لا يقع في تخاصم مع ما هو موجود اجتماعيا، مع الإيديولوجيات أو مع اللامساواة الموجودة في المجتمع، ولكن هو يتدخل في إطار ما هو موجود في هذا السياق، في هذه العلاقات، من أجل تمكين الأفراد من القدرات اللازمة التي تحقق لهم أن يتغيروا في إطار المجتمع. وهو يسعى إلى تحقيق ذلك التغير لفائدة الأفراد والمجموعات، ولكن في إطار القدرة والحرية التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص. لا نفرض على هؤلاء الأشخاص الذين نعالجهم حلولا معينة، ولكن نبني الخطة العلاجية بالاتفاق معهم في إطار حريتهم التي يخول لهم القانون والدستور والمواثيق الدولية، وأيضا في إطار قدراتهم. مثلا أنا أعمل كأخصائي اجتماعي في مركز لمعالجة الإدمان، سوف لن نفرض على ذلك الشخص الذي جاء ليعالج أن يمتنع عن ذلك المخدر بصفة قطعية منذ اليوم الأول، ولكن نتماشى معه، نتدرج معه في الحل حسب قدرته. إذا لم يستطع في اليوم الأول، مثلا كان يدخن 10 سجائر من المخدر المعين، ربما نمر معه في اليوم الأول إلى أن يدخن 8 فقط، وفي الأسبوع الثاني 6 فقط، وفي الأسبوع الرابع 2 فقط، وفي الأسبوع العاشر 1 فقط في الأسبوع، وبعد ذلك إلى ما لا نهاية، حتى ينقطع بطريقة تدرجية بطريقة سلسة، ويتمكن من علاج ذاته بذاته في إطار قدرته وفي إطار رغبته وحريته. لا نفرض عليه شيء، ولكن نحن ندعمه ونقوي مهاراته وقدراته، ونغني حياته بمجموعة من الحوافز والتجارب لتغيير مواقفه، لتغيير سلوكاته. ولهذا العامل الاجتماعي هو شخص يعمل على تحقيق التغير الاجتماعي، لا يقتصر على التشخيص، ولكن يتجاوزه إلى التغيير. لماذا هذا التغيير؟ من أجل تمكين الأفراد والجماعات من العيش الكريم في مجتمعهم. إذن هذا هو الهدف، تحقيق التغير من أجل العيش الكريم بالنسبة للأفراد والمجموعات الاجتماعية. وبهذا نكون قد انتهينا الحصة الثانية من الدرس الأول، وأشكركم على حسن تتبعكم، على أمل اللقاء بكم في الحصة الثالثة وفي الدرس المقبل في الأسبوع المقبل، وشكرا على حسن الإصغاء.